خلينا نخرج لمداخله مهمه جدا. دكتور وليد الملاح رئيس مجلس اداره شركه روابط، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير كابتن خالد، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، نكمل كل سنه طيبين. وحضرتك طيب؟ ان شاء الله تبقى فتره اعياد سعيده وربنا يتيح هذا الابتلاء عن مصر وعن العالم كله ان شاء الله. يا رب باذن الله. دكتور وليد، عندنا مشكله النهارده بنتكلم فيها، وبالذات حضرتك رئيس مجلس شركه روابط متعاقد مع كثيرا من اللاعبين المصريين في بخصوص كان دوره الاولمبيات. النهارده امريكا بتعلن رسميا تكلفه اضافيه 200 مليون دولار في السنه الزياده، وكمان عندنا لعيبه زي جون بيري العداءه الامريكيه بتقول ما فيش فلوس عشان تستعد للاولمبيات. عايزين نعرف، كان معانا كمان دكتور علاء مشرف بيتكلم عن القطاع الخاص وشركات الراعي للابطال، برضو في مشكله، المشكله دي هتتحل ازاي يا دكتور وليد؟ وطبعا احنا المؤسسات اللي بتدي رعايه لابطالنا الحمد لله كلها مؤسسات وطنيه. الحمد لله. واحنا واقفين ورا ابطالنا لحتى النهايه. والرعاه اللي بترعى الابطال المصريين الحمد لله يعني متفاهمين جدا الدور بتاعهم. ومتفاهمين جدا ان احنا هيبقى عندنا زياده حصلت ما بيننا بعض المناقشات، لكن ان شاء الله يعني احنا يعني بعتنا رساله لكل الابطال اللي احنا بنرعاهم، والبنك الاهلي وبنك القاهره وبرعوهم ان احنا مستمرين في ظهرهم ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله. رجع الدكتور وليد لينا تاني كمان مره. دكتور وليد معلش الخط قطع، حضرتك قلت ان البنوك بترعى الابطال وهم سبورت للابطال، وكمان السنه بالنسبه لهم ان شاء الله هيكملوا دفع معاهم، اتفضل. ان شاء الله ان شاء الله احنا يعني كل الرعاه بتوعنا واحنا ورا ابطالنا لغايه 2021 ان شاء الله. واللي انا بقول لحضرتك عليه ما تهيأليش ان المشكله اللي حصلت في امريكا دي هتحصل في مصر. المصريين مختلفين بالظبط. عندهم احساس بالمسؤوليه طبعا، وعارف حضرتك يعني الشهامه والجدعنه والحقيقه والاحساس بالمسؤوليه والكلام ده دي سمتنا. مؤسساتنا الوطنيه واحنا والاعلام وطبعا معالي الوزير ومهندس هشام حطب كله واقف في ظهر ابطال. احنا منظومة كبيرة الحمد لله وفريق عمل كبير، مش روابط بس، احنا معانا طبعا فريق عمل محترف جدا من وزارة الشباب والرياضة بيتابعنا لحظة بلحظة بقيادة طبعا سيادة الوزير، وطبعا اللجنة الأولمبية بتتابعنا لحظة بلحظة فعلا. ففريق العمل الكبير ده ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهنبقى أكبر عدد من الميداليات تتحقق لمصر، ما تحققش من سنين طويله يتحقق في 2021 باذن الله. دكتور وليد سؤال مهم جدا، تواصلت مع ابطالنا وقلت لهم ايه الموضوع؟ اكيد ابطالنا يعني في مصر وفي بره مصر، لكن قلت لهم ايه وطمنتهم ازاي؟ احنا انت عارف حضرتك احنا عندنا لجنه طبيه بالدكتور حسن كمال، طبيب رئيس الجهاز الطبي في اللجنه الاولمبيه المصريه. فاحنا عملنا شنطه طبيه فيها كل الامكانيات اللي ممكن يحتاجوها فتره الحظر من معقمات وادويه وما شابه. انطبقنا بهذه الشنطه واحنا بنسلمها لكل ابطالنا خطاب طمانينه ان احنا معاكم والرعاه معاكم، والمطلوب منك في الوقت الحالي ان انت تحافظ على صحتك. وايه اللي المفروض هيحصل بعد كده، وده كان قبل قرار التأمين، وكان في بدايه ظهور الكورونا والاجراءات الاحترازيه اللي اخذتها الدوله من وقت النشاط الرياضي وحياتها. دي كانت اول رساله. الرساله الثانيه ودي كانت رساله مكتوبه يعني. الرساله الثانيه احنا طبعا وجهناها ليهم عشان نقدر نحافظ على تدريباتهم اللي احنا عملنا لهم جيمات في بيوتهم. هايل. كل الادوات وكل الاجهزه اللي هم بيحتاجوها من تريد ميل لبراكي خراب اطفال وابسطه
سندباجات، بوب ماء، كل ما يحتاجه الأبطال على ألعابهم المختلفة جبناها لهم على أساس يقدروا يمارسوا التدريبات بطريقة منتظمة. المدربين بتاعهم بيتواصلوا معاهم أونلاين وبيتمرنوا يوميا. هايل. وإحنا طبعا بنتأكد إن كده الجهاز الطبي بدكاترة التغذية بيتابعوا معاهم مستمرين أونلاين. يعني إحنا ما وقفناش يوم. الحمد لله هم كان عندي. اتفضل يا دكتور. اتفضل حضرتك. بقول لحضرتك الحمد لله جدا جدا، فعلا التواصل مع ابطالنا يعني طمنتنا ان ابطالنا متواصلين ولسه الامل عندهم للاولمبيات اللي جايه باذن الله يا دكتور وليد. طبعا يعني كلهم فعلا في الفورمه وكلهم هيكونوا جاهزين ان شاء الله في مواعيد باذن الله بطريقه مناسبه ان شاء الله. دكتور وليد بلاشوه شكرا جزيلا لو كنت معانا النهارده، وطمنا دكتور وليد الملاح رئيس مجلس اداره شركه روابط على ابطالنا فعلا، وده شيء مهم جدا جدا جدا. خلينا نروح